مرحبا. كاينه قد ثبت فيكم من الاول هكا كاينه كل عائله العروسه والعروس منبوزين. والله والله مع الكراسي بالواحد بالابيض بقلاوه ما عجبتكمش. تونيكا مرحبا بكم. انا اللي يعجبني في الشعب التونسي مهما كانت الظروف دي معتها يشطح شيخ حاجه مش نورمال. والشعب مقلوب شعب بالمقلوب نعيش والله. تقول له ماكله بعضها البر يقول لك تقول له عنا الكرتوش كرتوش الحمد لله خلك توفى لا يا رحمه توفى. تقول له راك دبل دبل الحمد لله يا امي ملاش خير مش نورمال والله. عنا مشكله مع الشتيح راه لا بلوس تونسي باش تحطو تعرف خدمته. مشكله كبيره مع الشتيح. تونسي يقرر ما يشتحش يقول لك مخي ما حبش وبدني يخسر. ها يا ودي المشكله بلاد نتاعنا نص ساعه تضرب التونسي يطلع الحبيب يقوم يشتح في عرس. يا حاجه قوم اشتح عاش ولدي عاش ولدي. يا حاجه قوم عرس بنتك يا ولدي ما نجمش. اما اذا قامت تشتح يا حاجه قعدتيش سير روحوا العرسوا فيه يا ولدي قلبي 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 يا ولدي قلبي. عندنا بلاد في شتيح مش نورمال. لو تحب تعرف بلاد تونسي بلاد في شتيح ولا شوف فرنساوي كيف يشتح وتونسي كيف يشتح. فرنساوي كي يشتح يبدا محترم روحه حتى في شتيح واه ما يغزل حد يبدا مع روحه واه ان دو يبدا حاسبها واه جو ماميوز يبدا يحكي مع روحه ما يهمو حد واه جو ماميوز. تونسي يبدا يشتح يسمعها بتنس كل ما طيب 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 عاد هتفو لا هتفو لا اشتح وحدك بقلة ان شاء الله. بون علاش هذا الكل؟ نحن شعب مقلوب، شعب مقربع. شعب الوحيد اللي عنده كسكروت اسمه مقلوب. رانا كل شيء بالمقلوب نعملوه. الشعب الوحيد يمشي في عقله الخدمة كي مش يروح يرقد مزروب. رانا تلمو مقلوبين ما نستر ماء. الشعب الوحيد يبدا يستنى فيك نهار كامل تجي يقول لك جيت. الشعب الوحيد تعطيه كف يقول لك في شكون تضرب. الشعب الوحيد امك الوحيد امك تفيقك في الليل تقول لك رقدت وانت لا يا امي توفيت نكلم فيك من جنه لاباس. ربيونا بالمقلوب راه من الصغر هذيك تربينا عليها. كي تبكي امك تعمل بسكتك تعطيك تريحه انت بدا سكر فمك كي بصعدك يا رب يا امي يعطيك امي وعقرب عمي يا ملقوط انا امك نجيب الكلبه اللي جبت امها وانت تعدى تسخفك تقول يا حاجه علاش تضرب في شمك في والدي ولدي نحب وكبتي. ربيونا بالمقلوب ربيوك انت بيبي اونفون شاك واحد انوسون تختار ديما واحد تحبه يقول لك تحب عمو هي هي هي. تحب عمو هي قول له ينام بوك تلصق بو مانيش نورمال. لبروف عام كامل يخوفوا فينا شعب انا روكي راكم نبهت عام كامل يخوفوا فينا ما تخرجوش هاو الشعامبي هاو الكرتوش هاو القنابل والناس هاي برا هاي في المسرح هاي في يودي الشعب التونسي مناضل يخرج يودي عام كامل نسمعوا في السيف تاك تاك الكرتوش والعباد تشطح ربطق ربطق تشطح شماريخ شامك في والديهم شماريخ. حقا فما سامحوني دخلت طول مسرحيه واه دوبي تروا موار في الشعب التونسي رجع يتبسم فرحان ومش مشلق متلف ما عادش عنده ثقه في حتى حد حتى في فرحته فرحان هكا الشعب التونسي فرحانين سلام بو العروسه جاء والحمد لله جون بور بو العروسه سافال ديكابوتابل من توا موسيف فم بيروكيت ما يشلقوش توا جدد تحبوا ناتيريل كيك خير شو تغزلوا حتى امراه مهفه حبك كيك خاط ناتيريل خايب كيما نحبك بو بالحق فما فازة الشعب التونسي فرحان بها ومش شالق فرحانين مش بالحكومة الجديدة اللي جات نحكيو عليها فرحانين بك المناظر اللي مشاو مناظر وجوه الكبي ريت مش كشلقين
ما احنا سمسي خرجها. بس ساعات التونسي عنده فرحة وحاجة يقول لك والله عندي حاجة مش عارف نعبر عليها هاني هنا. هاك المناظر هذوكم كل يوم نشوف فيهم في التلفزه ما كاين ما نشعروا حالة كبي في مخاخنا على طول. الشاب يصير فيهم عمرك. منظرهم تاع دمار بلاش يعملوا لهم مش ترد وزير ترد رئيس امريكا يقعد زي والله وزير على وزير ولا يخرج في التلفزه وانت كبار مشكور الخول ما تخافش عايش وانت لا تخاف. غنوشي الرئيس نتاعهم من اللي قمص قد ما لبسوه وبقي معوش هادي كوستيم يعملوا له هكا يعمل لك ايه زايد جوتشي يندب قال لي انت زايد صاحبوه زايد باتاي بيردو. والله عمري ما حضرت عليه سكيتس غنوشي ما كاين نسمعه يحكي تقول كاترين القديمه لا يا الله يا الله يعمل له دزة معلم يبدلوا له البوشيات كي عطي ربي عندكم المليارديرات وبليس شعب تونسي ولا رابيد ما عادش كيقبل لي زابي تك 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 والراجل مازال ما كمل جملتك لما كبرنا شعري بالشيبي معلم شحبيت تقول نحن صغار شحبيت تقول رابيد عليك ما تنشمني فرحانين نحن بالحكومة جديدة زادة نظاف أموا. واحد صحافي قال لي شبيك عمرك ما حكيت شبيك تحكي على الحكومة القديمة وما تحكيش على الحكومة الجديدة قلت له شكون يعرف قال لي سمي لي أربعة وزراء قلت له كربول 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 والله ضحكتني كربول تضرب في الظهر لي تضرب في الدواء تشري من الوزارة الوزارة وزير الثقافة من بعد تلقاها في التلفزة شبيه نتعدي نشرة جوية مدام وكاو تبارك الله عليها مع الناس مش مستنسين بوزير ناشط قلقتنا طايحي شوية قومي مخ والله محليهم كل وزراء جدد نظاف ريحتهم بالصابون مسك من التلفزة تسمى وزراء القدم متاعنا بالغنوجي بجماعاتهم توا يعملوا في القوارص العريض يا اخي قول ما شد الحكومة في القصبة في حومتي غادش عمل جي عامل كل عطر متاع الموتى عرفتيه سمي موتى سمي افراح عطر جديد حلوين يودي هو خرج من الحومة ونهار ما نعرفوش وقت ولاد الحومة كل قمنا نعزي في بعضنا صباح الخير شكون توفى جميع ذوما محليها مش ضد دك تحسهم نظاف كل شيء حكوب الدوندي فريز كل شيء كل شيء كل شيء هك قارين عندهم الهافارد قارين في الانجلتير في امريكا قارين عندهم ديبلومات من الهافارد شنو سكتش نعملوا على امهم القليل الاخرين سهلين تنحي مخك تعمل عليهم سكتش ما يزمهمش مخ يزمك تعب الدقري بهيمة نصلوا له في سعادك بس تفهمهم نحب نفهمهم نقطس البهيمة يقول آه ذوما باهين يساعدوني وذوما نمشي نقرب ليتش كانسل بالرسمي أمال كربول كيفاش سمعنا بها ما يمساكن هو مساكن جماز التأسيسي وقت جابوهم تعقلهم الحكومة على الأول مجات جديدة اللي جابوهم من أمريكا والفرنسا اللي كان يخلص في دوميل هبطوهم طول الزهو مجات تأسيسي ما فهموش ما فهموش بعض شوك كولتوري سيرتو كربول مسكينه دوب ما دخلت قصاص سب خنخولو خنشوفو شكون قصاص شكون كربول كربول 600 سنه قرايه في مخ قصاص مسالف 600 سنه قرايه عملوا له تيست لقاو عنده موان 600 طايح نورمالمون في بلاد تحترم روحها روشيرشي في وزاره التعليم والتربيه هذيك 600 سنه نورمالمون كي جينا عبد قاري كيكب نحن سيرتو نحبوا نبنيو البلاد نقولوا له مرحبا بيك جانا اش قال لها هزي روبتك وبري روحي قل قوة تربيتها ما تغشتش تفرشت وقتها من با اون رياكسيون علاش ما فهمتوش مسيت كي جات من لونجلتير ما فهمتوش دارت الجمعة الرئيس متاعنا قالت له ايه لا سومان كاسكي لا دي ما فهمتوش قالت له كاسكي لا دي سلوي لا لو كوبور قال ما نعرفش انا بيدي ما نعرفش ما فهمتوش قلت له شكون هو ذاك طلع انيماتور لهي بالبخور في المسجد التاسيسي حفله يقلق يقول انا راجل انا راجل المسكوت بتاع رجوليه هو في فرنسا عندهم ميشلان ونحن عنا انا راجل والله تعقلوش الرجال القصاص هذاك تعرف قال كلمه حلوه ياسر قال من بعد السياسه مش نقعد فيها برشا قلت ربي باش نرجع لوانجيست قال عليه ناوي يشترش اقترحوا عليك بيلوت في تونيسير ما حبيتش
نازا قال له كي جا صلح معنا شويه سوارخ. كله جمل بساعات. شنو شكل؟ قصاص راهو قصاص تاع قروش برمي لي جون اللي كتبوا لاختي بيراتي قاعده مرسي خليتك شويه خاطرك مينيون نايزي. مينيون وتسرق ياسر. قوة في التونسي راهو يبدا يسرق فيك تقول له يقول لك تقول تسرق فيه يقول لك كي. بالرسمي ريت كي بعد ساعات يفك لك بلاستيك في الكهرباء يدور يعمل تعرفش معناها واحد تقول له يسرق فيه يقول لك كي عباره انت في الليل راقد تخلي سارق للدار شعلت الضوء يقول لك ارقد على روحك نحل في بلاصتك باش نخش الشيخ طب شعشت المراه ما تقاومهاش مسكينه وانت تقول له ربي عينك خلي شويه فلوس الغده مسروق بو القصاص برمي لي جون اللي كتبوا الدستور دستورنا كمان فيهم ناس قاريه هذوكم راهم تاع مجلس تاسيسي دونك شو باش يصير في الدستور 50 سنه اخرين باش يصير لوك الكياس يكون ماشي كي ماشي كي يخلط الدول اللي كتبوا القصاص يعمل لك كي يطيح من كم بون تلك فرهيده باش ياكل مناظر جاو مناظر جدد بون بور لو ما نعرفوهمش اش قاعدين يعملوا مش مشكل سي با غراف ما نعرفوش خير مي فرحانين فما واحد برك قاعد لنا كي سلاله في وجوهنا شد في القصر غادي ما حبش تنحك الغراب شياب الغادي تمشيو ياس الكل قلع بعروق هدي نقص من سوسرة لسوسرة بالرسمي كي نقول كي الغراب تقعد نص الليل في كرتاش كتير الدنيا وكركع كترين تتسمعوا غا غا ليه ومشي ويزق زاد غا 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 معاش المرزوقي طيب شو اللي اسمه الزقزوقي يزي من الحمص شويه زيويل توا يزي مرزوقي نحب نعتذر صار مني وقت التاسعة مساء وقت قلت بصراحة نحب نعتذر علاش كزوز هذوكم كل الاخر يبكي في البركون والاخر نعتذر ما زدتش عطيتهم اكثر ذوك تاع شلابك مش تاع سباق نورمالمون تاع دماغات هذوكم والله مش وليه انا ما نحبش نحكي على الكمية الناس كل سبوني عليها فما واحد تكلم كان قاعد رايز خرج الهمامي بعد ثلاثة أيام خرج زعما حب يوقف مع صديقه المرزوقي قال أنا نعرف ونشهد اللي المرزوقي عمره ما شرب وعمري ما ريته شرب شو شكون شد عمره ما راه شرب قلت له عندك الحق يا همامي عمرك ما ريته شرب خاطر عمركم ما تقبلته صحيح ما كنتش تعدلوا الهمامي شو يحب الهمك الهمامي يموت على الهم الهمامي ديجا اسمه بالهم يبدا همامي مش شالق هو همامي بون اون فيت برشا ناس زاد مرزوقي ما حلاش الا ما يتنحاش انا بالنسبه لي انا سورس ديسبيراسيون وموا يحنتوه حنتوه يا خويا خليه شكاك على اعصابنا الراجل من بلاصه لبلاصه حنتوه الشعب الكل حتى امريكا والفرنسي صفدوا قال لك شنو فاش خيا فاش يغز نهار كامل فوق شنو حد ما نجم يجاوبني امي مرا كبيره جاوبتني كنسى الزمنين تحقرهمش هذوك قالت لي وليدي مش هو بركه يستنى من فوق قالت لي مرزوق يستنى بالفوق والغنوش يعس على شنب والعرايض من تالي قلت لها علاش قالت لي وليدي كي ترجع لتاريخ تونس ومش على عام عامين 50 سنة 3000 سنة حتى واحد مشد تونس وخرج لباس قالت لي مش عارفين على الضربة منين باش تجيهم مع الشعب التونسي قالت لي بلادنا على راس كلب حتى واحد حكم فينا وخرج لباس قالت لي التونسي ما يحبش شكون يحكم فيه التونسي يكره عرفه بار ديفينيسيون حياته الكل يلوج على خدمه نهار تشد خدمه اول ما يعمل يبدا يدعي بعد يا رب ان شاء الله يتحرق المعمل يا رب يا رب يربح فلوس على ظهوراتنا لا لا يا رب يا رب اش نكره والدي ان شاء الله يموت ان شاء الله تقلب به الكهرباء 90% تحركت لهم حاجه هنا والله بالحق يكره جاره التونس جارك يقوم الصباح قلت صباح الخير شو المنظر هذا قال صباح الخير ربي ان شاء الله يتعدى نهار لباس هذا نكره والدي نمو ما يحب حد التونسي حتى واحد محكوم فينا خرج لباس بالرسمي راهو تاريخيا بالحق نحكي تاريخيا عليسة شربت سم قتلت روحها حنبال قال الهم ذوم قتل روحه حرق روحه حنبال في الاخر البيو ما ادراك وكيف سخامه شلاق مو كالفولون كان كيفاش فين الفام تاعو مسكين بالتوالي هزوه في المنفى بورقيبه وما ادراك نحى القمل من شعرات التوانس عمل انفراستركتور نتاع بلاد كامله خرج معوش في كروس زين العابدين ومرته قد ما تخوف البلاد وين هم مساكن تو يعيشوا في ميكرون 6000 سخانه في السعوديه تلموس خانة وجهه أزرق أزرق كالظبوط ليلى ولا واللي حكموا فينا ذوما عام عام تخفي بالك خرجوا لباس ليه عاد زد هبلناهم
العرايض وجبال الكرثمير ضربت نتاع مخاخهم. تعرفهم باخر كلمه قالوها وقت استقالوا العرايض اش قال؟ ليه جبال اش قال في اخر فيديو؟ قال وقت خرج باش يستقيل قال كلمه حتى الامريكان والالمان هبلوا. قال كلمه مش الكرثمير نتاعو ضربت برك مخه وراب. قال كلمه قال اني استقلت ونقعد الشعب التونسي بعد استقالتي باش نولي نخدم اكثر. ردي خافوا قال لك هذه هاي ريفوليسيون انا جابون ولا شنو. قال لك هذوما بعد الاستقاله يولوا يخدموا اكثر ولا يخافوا منك الالمان. والعرايس اخر كلمه قالها كان شفت واجه الفيديو بوقتها باش يستقيل ومعاه وقتها شو اسمه هذاك المنتم المعتر يضحك وقتها. قال كلمه دخلنا بها للتاريخ مع العالم. قال لما تبدل حد شيء بعد نص نهار زي ما ذي ساعه خذ العلم مش يرحم والديك حليتنا عينينا يا معلم. كنا بهايم يا عريف الحمد لله جيت انت. كنا نعيشوا حتى نص نهارك هاو. كنا نوصلوا نص نهار نرجع ونرجع للثمانية ارجع يا معلم مقينا سلا فما ذي ساعة يرحم والديك مش عادي يصيف النقز وما ذي ساعة مش دي مروح للمان والفرنسيس سورتو سويسرا يسمعوا المنيق أزمة اقتصادية من اللي قال الجملة ذيك. قال كسر فما ما ذي ساعة ونحن يتنا الكل نستعف النيق نص نهار وقف كسواتش وميقا ما عاش تخدم شيء. اخترعوا عقرب جديد بالتويلي يمشي اسمه العريض عقرب العريض وما عاش على وقت غرينيتش توا يعيش على وقت بهيميتش وما عاش كالعصفور اللي يخرج يعمل كيكو فما حو حو بها العريض وجميع سي جولي توسا. العالم الكل مخه وقف معانا. نحن لينا ثلاث سنين تو مدينا نسائل وش بينا وش كنا توانسة وعليش مش نحن بركر من اللي عملنا الثورة العالم رأوا بنلو مخه. الفرنسيس أكثر ناس مساكن هبناهم مركزين معانا بالحرف لليوم. أقل حاجة تصير في تونس سيرتو اللي هبلهم الفرنسيس ليبرتي ديكسبرسيون دي تونيزيا حرية التعبير متاعي. فرنساوي يتكلموا يقول لك نو سي با بوسيبل ليبرتي ديكسبرسيون دي تونيزيا نقول له يودي نو سي با بوسيبل كون فينا متسنسين بالهم يودي شمس سايبون. آخر مرة مشيت لفرنسا الاذاعات والتلفز كل جاوني قال لي مسيو برافو لو بوبل تونيزي. قلت شنو مدخلني انا؟ قال لي اونكو مي برافو لو بوبل تونيزي. قلت له عليه؟ قال لي عملتوا ثوره بالحق راه فرحانين بينا على الاخر. عملتوا الثوره حاربتوا على الديمقراطيه نتاعكم وعملتوا الدستور في ثلاث سنين الدنيا ماكله بعضها وانتم وقفتوا. قلت له الحمد لله. قال لي اون بليس برافو فوز افي سوتوني تو لي زارتيست اللي مشاو الحبس. قال لي ولد كاز سوتيان دو بوبل تونيزي سامي الفهري سوتيان دو بوبل تونيزي. قال لي انت وقت حبوا يقتلوك سوتيان دو بوبل تونيزي مي. قلت له شنو مي؟ قال لي شبيكم امينه ما وقفتوش معاها؟ عرفتوها امينه نتاع الفمان اللي عرت روحها؟ عرفتوهم جماعه فمان جاوا لتونس عملوا انتبهتوا جماعه فمان قالوا شبي امينه هذيك بقد ما دفعت عليكم وعلى عرت روحها بور سوتيان لو بوب تونيزيا. قلت لهم شنو؟ قالوا سوتيان لو بوب تونيزيا. قلنا بعثنا لها سوتيان تحب تقعد مليش؟ قال لها غفوزي. قلت لهم طفله خدمه راس مالها نهار كامل تعري نبعثوا لها سوتيان قطعوا لها رزقها مانيش قطعت رزق. هي كيف صارت حكايه فيمان راه هي كيف صارت حكايه فيمان تعرفهم يمينا وزوز روسيات شدوا الحبس في تونس خاطر عراو روحهم. بون كيفاش بدات سيريوزمون؟ بدات في بلجيكا مع العرايض. العرايض خرج في بلجيكا وجاو زوز روسيات عراو روحهم عليه الكارت كرات يهربوا فيها ويكحل ينانا الله عليهم شكل بلاد نانا طل سايب عاش ولدي هيبه الدوله عاش ولدي سايب شنو هذا عاش ولدي شك صور لي ادوات الجريمه خلنا صور صور نوريك تعرف كيف نعمل عليكم انا ايش عايش بنتي ايش عايش بنتي ناخذ بصمات وحديش فمان تقلب التونس على فيمان وحد سك لعبت سكتين فمان هذوك ما ينعم اخي امينه هذيك طفله صغيره راهو لعبوا لها بمخ جات عرات روح العريض خارج من القصبه وهي عم با ونسيت القصبه حومه عربي tout le monde oh la kasba c'est joli la medina اي سي جولي مي كلها حوم عربي باب السويقه حلفه وين باب الخضره باب جديد باب المناره حوم سخان ونهار كامل هي نهارتها اللي عرت روحها تلقى فص ولد حومتي واقف قدام القصب تلقى فص هذايا تلمو باندي اكبر صلاه في تونس عمره اربع سنين ست سنين حبس افهم انت وكل يوم قدام وزارة الاول بوليس البوليس اللي داخل يعملوا بس الوزير الوزيره داخل بس قلت له اش تعمل؟ قال لي نشكله في حكومه جديده. أمينة هلاتها بالصدفة جات عرت روحها بهبها أول مرة شوف بنية عري روحها كيف قال اش بيك يا نورمال قالت له نورمال قال لي ماشي نورمال ريتي ما تعرفيش بلادك
رايحوا مع عربي عنا عاداتنا وتقاليدنا. قالت له شنو؟ قال لها الراجل هنا حيقبل. كيكة ما نتعرفوش على بعضنا ما نحكوش. طول عريتي لنشربك لكابيسان لنهدي لك كعبة كرولوفيل طول. فشلتيني أول مرة والله. قال لها نعمل يا كيكة في الشارع عرانب يجي نطلع فوق الشجرة على القليل نحسبوا حتى العشر ونعملوا فرطته فرطته ما لقيتش من نحطه حطيته في النوار جاب لي برشا صغار. لا عايشكم سوء النية مش من توا نحكي على أمش. لا خاطر هاو جاو الاخرين صفا دخلوكم لواج ولا مرحبا. شو بالحق مانيش مسؤول على سوء النية من توا جيتوني معاملين نحكي على فرطته يا فرطته أنشودة بتاع طفولة ما تخمجوهاش من توا جيتوا معمرين بون. شو قالت له لا نورمال مانيش نبزنس فيك عريت روحي كيكا ذيك فازة جديدة توك تبدا متغشش وفدد على الحكومة تعري روحك. قال لها سيه ليستر معناه واحد متقري عري روحه على الحكومة ايجي ولاد الحوم ايجي المتقرين الكل ليش يا العري يا ضواي وانا ولاد حوم عربي مرة هذي جينك من القدام ما جينكش من تالي ما تقولش غدار. بو بصراحة بصراحة شبيهم البنات هذوما كي عراو رواحهم في تونس ما خذت سكسي كبير ياسر وده موقفناش معهم بورتون نحن بلاد التكحيل بلاد العراو مطلفين الرجال مانيش بلاد التكحيل. وكان سي قالوا يزي عيب لا اختي انت ما تحبش تعرف الواقع سيرتو كان سي الكبار كي بسعدوا انا راسلي 20 سنه عايش معايا و40 سنه نعرفه ما يكحلش يظهر لك اختي اللي بتحقق مع رجالها ما يكحلش تزور طبيب خير من توا باش نحكيو تونسي اكبر كحال في العالم تونسي انظف واحد فينا تعدى انثى عين تعم برر لا تونسي دودو يكحل لكن عندنا زوز انواع نتاع تكحيل عندنا الكحاله المودرن هي جينيراسيون تاعي اصغر شويه وكل كبار ذيك الكحال الصندي كركلي هديهم ربي قد ما هديه ربي قد ما هو كحاله ذيك. خلنا نحكيو على الاولانيين الاولانيين ما جينيراسيون يبدا من 30 حتى ل 40 سنه يا خاطب يا معرس نقولوا نحن الشاب تونسي ليه عامين معرس معناها ليه 7 سنين يعرف صاحبته معاشي 7 سنين كيف اخته تولي حرك له حتى شعره الحم يخاوي كما يقولوا الكبار تولي تقول له بيزوق ولا بوس خوك ما يكحلش لكن المها التونسيه مهفه ياسر تعرفوا بعد عامين تقول لك سيء انا برد معايا ولا تحكيها متاع بروتوكول مهفه ياسر المها التونسيه فهمتها الحكايه على 3 نقاط تغزل له دب مطرة أنثى متعدية تعرفوا بشي كحل تعم تك 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 المكحول عليها المكحول لأجلها والمكحل فيه تور دو كنترول المرأة مهفة ياسر تك 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 تتهنى مكحل جدوية واختي في التك الخرانية متاعك نحن نديك لونشي والتكحيلة متاعنا هذيك اسمها التكحيلة أوتوماتيك ونظهر وما نكحلوش لك تزلمست تلقى نعمل هذه التكحيلة المودرن نجيب لك انسان كبارك اللي قالت لك انا لي 40 سنه مع راجلي بسعدوا لك في العبد اللي عمره مريته يكحل اختي ليك 40 سنه مغفله اولا انت عريت نحن عامين عرس ولات كيف اخته انت 40 سنه كيفاش تولي مش اخته مش امه مش مماته انت عباره عنده قبر في الدار لحفش قبل ما يرقد يقرا في الفاتحه عليك انت والله يرحمها كنت بلا تحفونه كنت طيب لي بعد ساعات يحط شويه زيوال فوق الفرق نقص كان يحط لك كل واحده الرخامه هذيك توفت الله يرحمها منذ سنوات تحبوا ما يكحل كيفاش يكحل هذاك مرة توصيه كيف كي العاده كبيره ولا صغيره ديما دوب ما تشوف انثى تعرف روحها في خطر حتى كاتوس بعد نسال كبار مش كيف بناتنا كلي ملا تك 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 لحد شيء بتعملك واختي وقتها يخطف عليك هذيك نتاعك الكلب اللي في الكرهبه اللي تعمل لك من تالي ويبدا يتبع فيها المراه وهي كلها كي شكل بلاد وركاك هنا انا طلع عليك لا تحشم لا شعره يا حسره شكل كيفاش لابسه وك الشيء والمحزوق والميني اه كان نشدك الربيك هذا ما يكحلش اختي هذا مش يكحل برك هذا قنطر بيك عاملك قنطره بون كي وافقتوا على التكحيل وصفقتوا معناها موافقين وضحكتوا دونك نحن بلاد نكحلوا برشا
نرجع لسؤالنا الاولاني، علاش جمعت الفينمان البنات هذوما امينه وزوز روسيات ما نجحوش؟ بورتون احنا بلاد دكحين نورمالمون راهي بلاد كامله معاهم. خذيت لا فيديو تاع البنات اللي عراو روحهم، جي اتيدي لافير دو تري بري خدمتي بور لي بوزوان دو سكتش سيل فو بلي. قعدت نثبت، فهمت علاش ما نجحوش. عندكم الحق، مونش ينجحوا افيا ذوما سلعه بصراحه ما تنجح الجمله السلعه هذه هنا. نحن بلاد الخيرات، الكسكسي والمقارونه وعيش بنتي كول باش تسعتك. هكا امينه قلب الدنيا وتصور معريه روحها تقول عندك لاستك دم، ماش بيك يا ذي مستحي، ذوب مستحي بهم دوله وكالروسيه جايبينها من روسيا، تقول كابتن كرموش شايحين بيسر. اخذ ان شاء الله يا شاب واحده فيهم تقول مماتي يغسلوا فيها لهنا. هذو مستيحوا بهم حكومه، جيب حاجه باهيه تشوف شعب كامل معاك. اللهم صل على النبي. بون فما برشا زاد بداوا عاد هاو بدا لطفي يسخن بيساعدوا ليه عاد ما خلينا نحكي شويه على الببليك. ثبت تك تك يزينا مسرحيه. بون فما حاجه في الشعب التونسي حلوه ياسر، فما ماش قاعدين يقولوا تبدلنا في ثلاث سنين هذوما. لا لا مش تونسي يتبدل كل ربع ساعه. تونسي حاجه مش نورمال ديجا، مش كيما دخلتوا مش تو تو لينا عقل 20 مينوت دخلتوا من الاول كوانسي شويه هكا، سورتو رجال مسربسينها عن نسيها وكنساء كيحبوا يضحكوا. وبعد تعجبني في المرأة التونسية تتحرر في ساعة، تنسى الرجل وتنسى روحها، بعد صوتها يعلى كيف ساعتك فرقت على أمي عاد خلي أمي عاد بقينا في الدار تتقينها لي هنا جيبني. هذا اللي صار، مش نحكي لكم صار قبل ما تجيو بجمعة ولا ثلاثة أيام وصلت فوق خذيته تسكر تسكر يجي وكنساء كيف ساعد وتسكر لطفي العبد اللي ألو أسمع ماشي نتفرجوا في لطفي العبد اللي قال لك الكلمة قد أنك يقول فيها وقال لك مسرحية مش تاع عائلات هذاك علاش تمشيو عائلة كاملة ورجال ديما يتشوحروا. اسمع انا يعني على خاطرك ماشي راه ما نحبوش ما نهضموش تفضحوكمش ولا يغزروا لهم عندي الدوسيات الكل. وبعد شدوا يضحك تقول له تضحك ليه ذكرت صاحبي في القار. بون زاد فماك اللي جون كوبل محل بالكم راه كيفاش علاش اللي مازال ما طيحش القدر مع صاحبته يجيبها المسرحي يطيح معاه القدر هنا تقولوا ليه انا رجلي ما يحبش يطيح القدر يظهر لك اختي. ريتو قد ما هو عاقل ونظيف قد ما اوبسيدي سيكسويل في راسه. هذه خذها باز قد ما هو عاقل وشدد روحه قد ما في مخه عنده تصاور معاك في مخه ونحكي لك قد ما بعد ساعات تعرف تحب تعرف لفه بكف طول تا يعرف ريتو يعم فيها محترم لفه بكف يقول لك عندك ناقصه مهني. راس تونسي ما يسيب المرأة اللي يطيح القدر يجيبها المسرحيتي بعد نهارين يطفي الضوء في القهوة يولي يقول في كلمة قد نك تقول له يزي أحشم أحشم أنا تقول لي أحشم تضحكي عند العبدلي وشيخة بالفلوس. وفما زاد الأخرين كلي مازالوا مرمي وشيديهم ذوك ماني محل بلهم واحد واحد قمرت منهم أربعة ديجا. الراس التونسي البنات تهنى ومرا كبيره ولا صغير اذا صحبتي واحد جديد ولا خطبتيه ما يفرح وما يتهنى وما يحس بك انت واللي تتابعه الا ما يرمي يده مرمش يده كتف مسكته ساق واك يلزم يمس يلزم يمس ما يمسكش هبل اي تقولوا كيفاش يرمي يده هنا مخاطر ما لقاش الفرصه اللي في السينما سأل ياسر. ردوا بالكم البنات فما تكنيك حفظناه المراه التونسيه كيفاش تضحك تضحكش المراه التونسيه سيرتو كي تتسيب في الضحك تولي ها وتميل هو يبدا يستنى يميل لي صحيتي صحيتي يضحك يضحك يقتل بالضحك العبد اللي صحي دوخي 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 شفتي قلت لك يقتل بالضحك. بون حاسيلو خلينا نرجعوا ريفونون نو موتون كما يقول. شو تونسي مالغري تو حكينا عليه محلاه ودر شنو جو وشيخات واسئله واحد اكبر شعب بهناس ثلاث سنين هذوما ثبت كل شيء. ريت الترويكا حكومة الخرويكا اللي كانت تحكم فينا قوة الشعب التونسي بعد ما تخذي شري مكحل بعد ثلاثة سنين تبهنس
وطوه هما خرجوا بتاع كلهم اللي يعرضني بربش كل رشحهم الهم شكون رشحهم رشحناهم نحن بلكش رشحتهم تركي عندنا مشكله ما نحبوش نواجهوا روحنا وقيد شنو نواجهوا روحنا تو نحبوا نعرفوا خاطر بيانتو باش تجينا انتخابات باش نعرفوا كيفاش رشحناهم وعلاش رشحنا رشحناهم ترويك النهضه والمرزوقي والبن جعفر علاش رشحناهم ها البليز امبورطون مش شكون رشحهم وما باهم نحن الشعب التونسي رشحناهم باللي رشح وباللي ما رشحش فما الباسيف والاكتيف نحن علاش رشحناهم شنو هو الغلط اللي عملناهم وكان مش غلط خنعاودوا نرشحوهم بالك شي مش غلط لكن لازمنا نفهموا علاش رشحناهم اللي تسأله وتقول له علاش رشحت الترويك يقول لك ما نعرفش و99% يقول لك سخفوني تسأله وتقول له علاش رشحت النهضه يقول لك والله يسخفوا والله يحموا القلب كانوا في الحبس ساكن مظلومين ومسلمين ونحن شنو زنديانية بلكش قبل ما يجيوا النهضة كنا نعيش عليها الشهيد دلد نحن ومروح بمرته وبشعرها من الخدمة يروحي ما أنا مسلمين كيف وما يكي مسلم تخلوا طول الحكم ما حطوا يذن في الجامع ولا إمام العريض مثلا ما يجيش برمي مينيستر يجي له بك صحن متاع الدوارة في الميزة المرزوق علاش رشحناه كيف كيف يسخف يحمم القلب التو المرزوقي حمم القلب المرزوقي تبدا فادد منه متيقر تسمع لي حكايات تعاود تشوف التلفزه تقول يا انتي يسخر والله من عاود نرشح والدي يسخر شفت كل منظر رقبتك كي الزمار وجهك المسقيق وزر رئيسنا محليها يحمم القلب انا يحمم لي قلبي انا والله ما وسكت يذكرني بحاجه عشتها انا صغير تعشتوها الكل مرزوقي تلمو يسخف يذكرني بك العصفور اللي طاح من على شمه مازال ما عملش الشعر عرفت وعني ما تحلتش ما زلت كعبوره كحله هكا وكله عروق ويبدا مش عارف شي يعمل في القاعده بيك 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 وانت تبدا صغير مش عارف تعمل يا ماما مسكين عصفور ولا فار يا ماما بون سي افريت الطفوله مرزوقي مرزوقي باش ما نظلموهش كيفاش ولا رئيسنا بحق فما اللي يعرفوا فما اللي يعرفوش هذا سيون ريل فيريتي مرزوقي وقت رشحوه ما عندوش سكور سيفيزون باش يولي رئيس عنده سلوحيات معناها يحكم لكن هو شد صحيح قال نحب نولي رئيس شد صحيح راهو النهضه في الاخر قالوا له برا اما لك تولي رئيس بدون سلوحيات ما تحكم في حد شيء معناها معناها المرزوقي حطوهولنا على الوهر وين يا وهرة المرزوق التو يلوجوا فيها بك الماكينه نتاع الاثار في القصر ما لقوهاش بون يا خويا كي ما عندوش وهر وما عندوش سلوحيات حطوا لنا واحد عنده وهر يز خلي يرجعونا التوريست حطيتونا هشام رسم ها يوهرنا الصباح يكون في القصر شعر ورتب يبدا خلط على نجاة عطية برلانتي في البحر ويتقول له خليني بجنبك حطينا المرزوقي جوراسيك فارك مرزوقي دانيير مو قال كلمة بالحق بالحق قال كلمة في الشعب التونسي قال كلمة في الشعب التونسي قال الشعب التونسي برجولي عملنا فيه نحن قال سنو طويل انا نحب نقول له يا مرزوقي انت ما تعرفش الشعب التونسي مسكلتك جابوك من الحماس طول القصر سي فري الشعب التونسي سينو طويل لكن قلبه ابيض بو برشا بهتين يقول لك تو كيفاش يسمعوا المرزوقي تهناو فمش مسرحيه وعرض ما عملتوش ما جاوش جماعته والجماعه الداخليه هزوا له فيديو كامله صوروا كانكم موجودين يا جماعه صوروا مرحبا بكم خاف كان من ربي بالموسط والله تقولوا علاش يعرضوا له في الفيديو كل ما يتفرج بالعو منهم مرة كملها كاملة الفيديو تفرج بعد قال ما بدو جا في القس قالوا له سيد الرئيس مش جا في القس ميرا لطفي العبدلي وقال فيك كلام خطير تحبش ترد عليه قالوا والله ما زلت كي رديت ها مرزوقي قال الشعب التونسي ترى شنو قالوا تعرفش الشعب التونسي الشعب التونسي بعثوا لك ربي باش يعطيك تروازيام شانس ثم تقولوا ويني بروميير شانس دوزيام شانس ربي ما حبش يعطيهم اول ما خلقوا ديجا في المنظر بريمير شانس قال يزي هكاك يزي هاي بس قال ديجا بالمنظر هذا باش يحكم في تونس دوزيام شانس فما ربي بعد ساعات ولا عبد يعمل لك تسمع بيك كادو امبوزوني شانس ربي اعطيها له باش يعاقب يحكم في تونس بدون صلاحيات عباره واحد هدالك فراري بلاش موتور كانك راجل سوق هاي هاي يحكم هاي قعد كل وليد صغير في القصر يلعب بك الكهرباء بيب 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 بون شنو هي التروازيام شونس باش نعطيوها له ساهله ياسر الشعب التونسي قلبه ابيض وزوالي
دونك عندنا كان الخشم ما عندنا شيء، عندنا كان الخشم يا خويا تحبوا برئيسي شبن هز خشمك الدعوه يا خويا عندك قصر في كرتاج ماكش فيه قد وقول عم نهرنا يا خويا يا خويا بهبر تحوس في القصر خشمك الفوق تونسي عزه خشمك الفوق اللي يسلم عليك اتباع عاد رئيس تونس هنت لنا اوباما يا خويا تقولوا كيفاش هنت لو امريكي عندنا الفلوس الاسلحه بتسهليه استدعى اوباما القصر ما يجيش سخفوا في التليفون عمل لهم تاع العصفور تقولوا علاش تجي معاك زاد الغنوش يسخف يا عم تاع الجرمان تقولوا علاش باش يجيو الامريكان يجيو يحبوا الحيوانات تجيو اي كيفاش هانت اوباما سهل في كل قصر فما بروتوكول معروف الرئيس نتاع القصر قاعد رئيسنا اوباما داخل باش يسلم رئيسنا قاعد بوهرته برنوسو حمصو غازو باوي اخي الجزائر بركة عندها الغاز نحن عندنا غاز ناتوريل اوباما باش يمد يده تلفش تاع العالم الكل يتفرجوا هو تعدى اوباما لن هانت لك خلي يقولوا الامريكان ملا شعب هذايا مقبحهم يا ود بعض الفلوس لك خشم ليه طيح له قدرك القصر اللي يجي يسلم عليه ينحك البرنوس كتبين صديق ولبنتك ردوا ضحك القصرنا الكاميرا حوس بك الصغيرات هما هاي عمو مرزوقو هاي ماماتو مش زي عمو ترتورة بق فما واحد تتكلم عليه بس نكسر شطر المسرحي قريت الضحك هذا الكل بشي ذي علي بن جعفر فما شيء انت تقول التوانسه مهما كان في اي بلاصه في العالم قول لهم رجع في تبرد لي الساله لازم نعاون ديماري من الاول جديد تعمل نوايه ساله والله اموا واحده ضحكت مرحبا باختي حفل لي جو انت ديب بالرسمي انا بدي حرك فيه بالجعفر انا بدي في المسرحيه ما لقيتش نعمل عليه سكتش مسرحيتي عملت نوايه بي اش نقول اش نعمل عليه بالجعفر اش نقول شعر واحرف سكتش بتاع الفين هذا مش تاع الناس تخلص 20000 تقهر تقهرت هدي الموت قهرت الشعب التونسي على بن جعفر الوزير نتاعو متعدي كل مره من القصبه اختفت قلت له اوه قال لي قلت له مش ضدك سيد وزير نحترمك نعرفك جمله واحده قلت له بن جعفر برجوليه رانا الشعب التونسي كيفي انا رانا متقرين قل له يعمل حاجه ولا باهي خل ناخذوا منه موقف على القليل النهضه نسبه المرزوق يضحكنا وهو يعمل حاجه قل له يخدم قال لي رد بالك تغلط برشا اكثر واحد يخدم هو بن جعفر في الحكومه هذه قلت له كيفاه قال لي كرس الحكومه قلت له ظهر لي قاعد يكرس في الشعب التونسي رانا مكرسين تكريسه خايبه ياسر وبعد كيما 90% منكم ما فهمتهاش يكرس في الحكومه عيط له قلت سيد الوزير اش معناها يكرس في الحكومه ما تنتنيش في حومتي قال لي اه بن جعفر شد كرسها وقيت في غلط النهضه باش يجي نهار باش يفضحهم قلت له شبيلته ولا فضحهم قال لي ظهر لي هربوا له بكرسته قلت له حسب رايي هربوا له بكرسه الكل قعدت له طلاسه لا عايشكم ما نبداوش من توا قلت لكم مانيش مسؤول على سوء النيه نحكي على الادوات المدرسيه كراستان وطلاسه انت مخك هز الادوات المنزليه ماهيش مشكله يا معلم سكر التليفون من غادي ليبي سكر التليفون برشا يقولوا ما مستولد فيش علاقه واحد يتفرج فيه في التليفون بليبي هكا ولا عبد قاس ب20000 وانا قدامه يتفرج فيا ساعتين في التليفون شنو هو حسب رايك وبعد ساعات يشلقوه يقولوا غادي وغادي يا في المسرح وفي التليفون ما اللي عبد اللي بون بن جعفر فما واحد جاني قال لي تو انت شلقت الحكومه الكل والناس كل سبيتهم والمعارضه هي كانك راجل شبيك عمرك ما عملت سكتش على محرزيه وقصاص والاخرى تومين قلت لهم زملائي في الضحك نحترمهم عمري ما نتكلم عليهم سيدي زوموريست ذوكم فما واحد مشي في باله نسيناه كي قدم استقالته هو ما غير ما نشعره قعد في التاريخ نتاع مخاخنا جبالي قدم استقالته جبالي راه ما مسناش كرجل سياسي جبالي مسنا كانسان جبالي عنده مشكله بسيكولوجيه تو يقريو فيها في الرازي في منوبه نتاع امريكا هبلو قالك الانسان العادي المتوازن يضحك ويبكي هذا كترينو ديما هي ديما يضحك تقول له تونس ثلاثه معاه تقول له عندنا كرتوش دخل من ليبيا عندنا 4000 موتى ما شاء الله انا متاكد دي هو عتيها والسؤال في حومتي
مش شنو هو السلعة شكون يبيع له السخطة خنشيخه معاه سلعة تقطع. مشيت سألته لتحوم مشيت سألت قفص حبيت نعرف شنية السلعة تانية وراو تلمو ليمات ديمقراطية وعملنا ثورة. واحد في حومتي تهنى وحرية كبيرة في حومتي بيعوا له زطلة مضروبة طلع عم تثقف له ليل مش اشكال المركز يعرف حقه مرمدهم في المركز هالزطلة ما عقل شنية هذية شنية هذية لوش عملنا وردي لما هالثورة نحن مشي قعدوا بيعونا زطلة مضروبة وين حقوقنا نحن زطلة مخلطة بالحنة عملت جبتين لقى روحي محني ومصدرك العروسة كان كملت الطبلية ملا نلقى روحي مفحش الحوت وحبلة أنا سألت التكفز قلت له برس سمك حوم جبالي عاتيها قال لي ماشي زطل قلت له عليه قال لي زطلة تشيخ ساعتين وبعد فيك تقول يا شعب سامحوني كنت شيخ قال لي ذي مكمل على طول قلت له شنية قال لي زرق في السوبيتكس السوبيا تزرقها ذي تقطع لك عروق مخك تعيش عمرك كل سعيد قال لي احكوكش بالنار تقول يا اخي رجوليه انا زدت اتاكدت اللي هو شيخ تذكروا عمليه الوقت هزت علينا الزبله في حي الزهور في مسب حي الزهور ولا وين تونس كل نتنت في السيف هبط عمل زياره فشقيه هو الجارد كرات نتاعو قبل ما يوصل حي الزهور الزبله ضربته من برد والريحه زاد شيخته عملت له رابيل نتاع الشيخه عملوه قال أقوى جملة تخل بها للتاريخ في قلوبنا رئيس الحكومة غزر قال وين الحكومة يوديك الجارد كرات اللي معاه هبله قالوا سقر ستة سقر سبعة سقر ستة مثبت رئيس الحكومة معنا لا قال لك وين الحكومة ما لنا احنا شنو شجر معاه شوف له قناص يرحم والديك ريت هذه المشكلة اللي عملها في تونس وضحكنا وتعدت سلامات قال جملتين بالفرنسيس الجبالي الجملة الأولى تعرفوها مشكل اللغة الفرنسوية والعربي كوكتيل عمل قالوا له رأس مال إيجابان نحن ضحكنا ساركوزي وقت يحكم في فرنسا مازلت أول الثور ساركوزي قام يرعش قال ما عادش يدخل لي حتى عربي لتونس تونسي حتى تونس الكل رجعوا لهم باسبوراتهم إكسبلسي رأس مال إيجابان مولير قام يتقربع في القصر قال طيبوني نخرج نعطي دماغ ونرجع نموت له رأس مال إيجابان قالوا له كلمة واسر كوزيرة وبالك شي مش غلطة بالك شي حكومة مازلت مامشة مازلت كي خرجت من الحبس وبلاد مازلت كي عمل ثورة مازلوا داخلين بعضهم قالوا له رد بالك راو قال له واحد فيهم الحكومة ذيك 10 سنين حبس والله لا هيش ماتة اما راو دخلوا الحبس عام التاكسيفون بمية عام تزمية باش تكلم صاحبتك التاكسيفون الازرق يهزبوها تقطع تلوح لمية وتمشي خرجوا يلقاو بلوتوث ويفي بورتابلوات وسون فيل جبالي وقت عملوا له ويفي في القصر قالوا له عملنا لك ويفي دخل القصر سربسها بدا يحسب اون في دو في تروا في دخلوا الحمص بالرسمي مساكن راهو فيهم شكون 13 سنه في العشرين سنه جبالي قال لك 13 سنه في بيت ظلام ما راه حد محكمه حد فما خنفوسه تدخل له كل يوم ولا يحبها عيط لها خنفوستي والباري قال لك عرف جابوا كفاره كيفاش عرفت واحد كيخرج من الحبس يقولوا له كفاره يا معلم قال لك الكفار يموت عليك المرة متعدي بحذا كوجينا كفار خلط عليه با 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 شبالي شبالي قال جملة أخرى بالفرنسي غلطة بالفرنسي فرنسيس قال لك مش غلطة بعد عام حكم قال لك لا رئيس متاع بلاد فرنكوفونية توانسة فايقين عملوا ثورة مش غلطة قال لك حتى الجوارات توانسة ما يغلطوش فيها هذه جواراتنا مكبر بركلا عليهم في الفرنسي الجول هنا وفرنسيس بتاعه غادي انا باش عرفتهم قويين فرنسيس اكبر اخ هو جوار في تونس درنيو سمعته يحكي في الراديو قالوا له بون عملنا جو باهي تونس الكل يسمعوا فيك عندك شي ديديكاس قال والله ديديكاس عملت عليها عمليه لباس انا باش نرجع نلعب توا وصفا حتى هما ما يغلطوش فيها هما كي سمعوها جمله غلطوا تعرفوها راهو مش بالحق نحكي معكم مش بس قال كذيه لا ماهيش غلطه هذايا كود نيوكليير ما بين الجبالي وإيران يحبوا يضربونا تقواوا الإسلاميين قالهم حب يقول بريباراسيون هو زادها أونتين ولا تي ذاك اللي هبلهم سوتو كملها بضحكة كثقة في النفس قالهم لا بريباراتاسيون ذكروها ولا قالهم لا بريباراتاسيون قالك لا مش غلطة قالك الراجل في مخه رئيس
وضحك في الاخر ومع صحافي فرنساوي وقتها فكله ناسيوناليتي وجبالي تو محكوم عليه في فرنسا الاعتداء بالفحشة على اللغة الفرنسية. قال الكود نيكليير باش يضربونا هذوما في امريكا, باش يضربونا في امريكا وفي فرنسا مع ايران. قال قبل ما نعملوا حتى شيء حذروا الاساتيل نتاعهم والطيارات, قبل ما نضربوا جابوا 3 علماء من السربون في اللغه الفرنسيه, قالوا متحلوا الفيديو نتاع جبالي تفهموا لنا الكود لا بريباراستاسيون هذيك فانا بلاد وانا بنا نوع نتاع سلاح باش يضربوا. حلوا 3 علماء فيديو كي وصلوا لكلمه بريباراستاسيون سيرتو بعد زوز منهم ايموراجي انترن توفيوا بالوقت. قالك مش معقول, واحد بركة قعد حي ليته ما قعد حي مكمل هكا عارف كيف فرق يعني طريق انا لا شو زبال رابط روحه في التوريفيل. قال ولا العاد نخو ليكول هذه متاع الجبالي متاع الدقديق اللغة الفرنسية سي با لا بلو دونجوروز ني لا بلو كونتاجيوز. لكن تعرفوا ليزيكول انتوما يتطوروا ديما يخرجوا تلميذ يطور ليكول هذيك, وخرجت ايكول جديده في فرنسا توا ماهيش غلطه بالفرنسية يعتبروها مرض معدي وتوا لقاو له فاكسان اسمه لا توميزاسيون لا يوريها لحبايب توميه كي تتكلم بالفرنسي مرض معدي مثال كبار قالوا لنا عليه نحن صغار وتلفنا قالوا لنا مرض التوميه تسمعوا به مثال كيفاش كانوا يدعيوا يعطيك توميه في الجيش ما تبراش اي با هذه هي لا توميزاسيون. لاتوميزاسيون سي اتوميك تكلم فرانسيس ما تغليه ما تغلطش تكلم فرانسيس عباره حتى الفرانسيس كي جلده تغسل فيه تمرمد والدين امه الفرانسيس وين يضربك المرض التوميزاسيون هذا لطف اعوذ بالله مرض التومي في العروق الزوز في شفايفك في النطق نتاع اللغه الفرنسيه ومعدي هذا من الاول تهبط لك السخانه العرق ومن بعد فمك قال يرعش كسرتني وانا داخل المطار جمعة نحضر في جمتي بالفرنسيس قلت والله ما نوري والدين امهم كل فرنسيس النطق نتاعنا والاكسون باريزيان مش فرنسيس هذا النطق والاكسون باريزيان. جمعة نترينا في الدار قدام المرايه وحدي بونجور لو بوبل فرونسي وا وا هذا نخلط قدام ديواني وقال لي بونجور هبط لي العرق فمي ولا يروح عشاك قال لي كاسك يا قلت مسيو جو كوا اون توميزاسيون ليسي موا فيريفي بيجو لي بيبلي فرنسي يخرج يتمية سايبيني يا ربي عليه يا ربي قل اعوذ برب الفلق يا ربي سايبيني يا ربي طبعي فيا حتى في المطار يا ربي سايبيني الله يوريها لحبي بون والله زاد التمية ما كنتش عام بروجرامي وقت نكتب في المسرحية ديرنيغ فيرسيون ما قريت ليش حساب تز زلت ميتدولي طريفة ضحكني ما سان رونكون. لكن اخر مرة شفتها برنامج جابوها في كلام الناس مباشرة تونس كل تفرجت فيها وجابوا معاها 4 ديبوتي قلت لكم ضربتني في النطق وجابوا ليت كان ذكروشي شامبيون دي موند في شتيح تونسي نورنا هز جوائز نهارتها هبط شتح مايكل يودي تونس كل بيت هكاي سألوهم بالواحد بالواحد قالش قولك اللي قال اكستروردينير واللي قال محلاه واللي قال تبارك الله عليه كي وصلوا للتومية هبطت راسها يا توميش قولك في الوليد ليش تحت تونس كلها عملت هكا خوفنا عليها يا توميش بيك يا توميش بيك قلت عمل الحركة اللا أخلاقية تعرف على شنو ما هو يشتح مايكل يعمل قلتلك هذيك حركة اللا أخلاقية وعليه نفحوا في بعضنا مباشرة الوليد عليه بالك شي يكرد يحك بالك شي تهري ولو بشتيح الوليد ما نقفوش مع بعضنا بالكشي عنده البغبر بالكشي مسكين من البلاتو البلاتو ما لقاش الوقت باش يبدل واحد دهز له البغبر كيكا نفحوا بعضنا ما نستروش بعضنا توانسة على المباشرة العالم كله كل حركة الأخلاقية جبتي له شوية فارينة ولا شوية تالك وسايبتيه عنده البغبر شنو ليه شنو نعملوا مايكل يا اخي كيفاش توفى لا يرحمه بالبغبر مايكل توفى بالبغبش والشطحة يسخيلوها شطحة والعباد يصفقولوا للمات صغير مايكل وصل لي يكرد يكرد والعيات قبب في الشطحة متاعه يوخر 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 يعمل لين هزوا ربي والعباد يسخيلوها شطحة يسخيلوها كوريغرافي هو الخوه باش عليه البغبش تاع امريكا بليدي اسلم مايك
مايكل الله يرحمه. بون شكون ما يعرفش مايكل؟ لكن مش كلنا نعرفوا مايكل كيف كيف. الجينيراسيون تاعي من زانيس 80 حتى لزاني 90 اللي عاشوهم مش اللي تولدوا. اللي عاشوا لزاني 80-90 لادوليسونس متاعنا. نحن نعرفوا مايكل، الاخرين يعرفوا مايكل، فمش واحد ما يعرفش مايكل. يقولك نعرفه ونعرف فيديو، لكن تعرفوا مايكل وقت فينومان. مايكل كان يخرج غناية ولا لبسة العالم الكل يتأثر بالبهايم بالمتثقفين بالشعوب اللي كيفنا نحن وقتها شعب. لازم بالكم ساعة خلنا نرجعوا للكونتكست. لزاني 80 يكذبوا علينا كالكبار، قالك الدنيا كانت خيرة، يبهبروا علينا. اش كانت خير؟ كانت عنا تلفزة واحدة أتاتي تحل لما تفقس لك مرارتك، تحل الستة متاع العشية، وعنا الريون ونوري بلو، تنحي الكسكيف طيب كستي مع استجمد الريون. وامي تقول لنا كستي ولا ريونه؟ ريونه بالقديد نقول له بالحق مزير يا كلبة. كان عندك الفريغولو، ما كانش فما جيرفي ودنيا، كان تعمل ضربتين فريغولو وجهك كله يقعد احمر بالدول الاحمر بالدندونة. بالرسمي كان فقر كبير ياسر وفقراء، وكنا الصراحة كنا نلبسوا كسري والمحلولين كي. هذاك علاش بلاد كانت نظيفة راهو نكركروا بلاد كنا نظفوها كي. فقر قبل. لكن تعرف شنو مايكل تخلى قلوب العالم الكل. مايكل كان يعمل كل الشعرة لكي تهبط، ونحن وقت شعوراتنا حرش 50% من التوانس. أول مرة حسيت روحي بوغوس أنا صغير، كنا نهبطوها كي نبدأ قدام الليسي في نهج الباش. مكالينا شعر خاطر مكاليها في خشمك شوية كور ناتوريل وتبدأ هكا. وكنا نلبسوا كل كلاست فوق السروال وكلسون ماماتك فوق جينا كي. مايكل كان يلبس كيك، وانا كنت فقير كنت نعمل ناب متاع طاولة كيما مايكل. كنا ديما واقفين هكا ونهج الباشا. تذكر هيك بنت حومتي نهج الباشا كان ذكرتك اخت رمزي صحيح ولا صحيح ولا فوالا ذكرتها. وبد بد بسويقة تحية خاصة ولا حومتي فوالا. تعرف شنو مايكل؟ مايكل جاكسون قبل كان يخرج غنية العالم الكل يغنيها، ونحن توانسة كنا بهم في الفرنسية في الانجليزي. راه قبل يكذب عليك راه فماش لغات نعرفوا. كان سبان الله يربحك ولا يدقدقك. تصور حومة كاملة نبداو تونس الكل لتو مازالوا فما جبورة يعملوها يغنيوا مايكل. كنا نغنيوا مايكل بك الانجليزي مضرح متاعنا، مش الانجليزي مضرح نو انجليز ما فماش، مش على القليلة بتاع كلمة الانجليزي مكسر، ليه عاملين انجليز وحدنا. وكنا مقتنعين لي مايكل صحيحة نغنيوا فيها. ناجي الباشا كان بنات صافي، الليسيات كانوا بنات وحدهم. نخرجوا ديما قبل بربع ساعة، نحب نطرد ديما نبزق على المعلم قبل بربع ساعة يطردني باش نخرج مع البنات بالضبط. أنا واللي يحبوا مايكل كل البنات كانوا يحبوا مايكل زادا، ما نشكلهم كان مايكل، كانوا عنا الكراه بلا ديار. هما يخرجوا نحن نبداو نغني لهم في مايكل، نبداو عاملين هكا ساعة كنا مكوزين كي مايكل زبك الشابو هذيك شنو، ونبداو نغنيو زعما صحاحة. وكنا زعما كل مقتنعين صحيحة شعب كامل. كنا جبوريس أصبن نص أنم أكمن نص أصبن نص بنضين أكمن نص بنضح أصبن ضح أصبن نص بنضح أكمن نص بتصح أكمن نص بيدة أسقوس إذن إيه نعم جبورة على الأخر كن. وقل له غالطة يقتلك يا دينا غالطة حافظها شربت مين أكمن نص بنضح. هذيك كلي بعد صاحبتك تضرب فيك وتبداو في جنينة الباساج قاعدين تقول لك غني لي كبندس بندح. تقوم كي العفريت وحدك كبندس بندح كبندس والله كل ايامات محلاه تقفص ولد حومتي تضرب في اشب بنيه في نهج الباشا ما حبش تروم. قال لي عبد اللي ما حبش ترومني كالمزيانه. قلت له عليه قلت له غنيت لها كبندس بندح. قالني غليت لها سبندة سبندة. قال لي عملت لها سريلة. قلت له كيفاش عملتها سريلة؟ قال لي خرجت لها من مسكوك في سريلة ما مايكل يخرج من القبر. قال لي خرجت لها من مسكوك قول لي ريحتي خرم. قال لي عملتها بيع. قال لي عملت لها سريلة نتبع فيها قول لي ريحتي شايطة. قال لي للدار. قال لي حتى الجريبة معايا وشي. قلت له شنو ياخذ؟ قال لي غنيت لها نو منا نكرا تاع بوب مارلي. قال لي صنيه كامل نو منا نقرا. قلت له شيء؟ قال لي شيء ما رمتش. قلت له طفله رومانتيقيه هذيك تخلينا في غنيات يفجعوا كسبند سبندع. وعندنا ثلاث اربع بنات رومانتيقيين برشا زايد تعملها ستب سبند سبندع هذيك. قلت له عندي غنيات هذيك بالرسمي يرموها الغنيه هذي.
قلت له تخلي الدنيا تزلم شوية الستة متاع العشية دوب ما تدخل زنقة مزنقي وحدة وتغني لها سمين اسمان اسمان تبني كمايك اللي يبدأ يتمسكن فيها عرفت يبدأ عم في سويبعه هكي قلت عم سويبعك بالفاس ما تغني سمين اسمان اسمان سمين اسمان اسمان قال لي علم هيك قلت له حافظهم لبارولو طال نختبهم لك صور معناها خلقنا انجليز وحدنا الانجليز بيدهم من اسمه قماش ما يعرفوش يقرأوا عيط له نار لحد في دارهم دار عربي قعدنا نعرم فيه في سبيديس بهديسهم قلت له ارخف ارخف بدنك ما تتشحرش شفايفك طيحهم سبيديس بهديس لا قال سبيديس دا فيزان قلت له يا بي ام غلط مش سبيديس دا ريزان غاسمة سبيديس بهديس خابس قال لي سبيديس بهديس را راجل ما نقولش حاب باندي عليا هو حرت خرج له بوه بعثار قال له ولد كلبه يقول لك سبيديس بادي صحا سبيديس بادي صحا قاري اكثر منك ابي تعلمها غنى هالها تقفص باندي على الاخر اعطت منظر اخر الحكي هي خرجت تختفى خنخها قيل اسمي هذا اسمي والله محلية الفقر تحية خاصة والله ما بن الفقر توحشت الفقر توحشت الفقر الفقر ايه محلية جيني دانيير مو دق علي باب الدار قلت له حدك الغادي ترجع سفري عشرة ما يزي يزي قلت له سفا يزي معلم فقر تعرفوه الفقر انتم ولا ما تعرفوه جينيراسيون تاعي تعرف الفقر بالكده فقركم يضحكني هذوما كي تحكي لهم سيدي جزيتو لي جون هذوما فانتون تقول له فقير تعرف كيفاش يحس علاش يحس روحه فقير ما عندهمش بلازما ماما شبي ما عنديش ايفون 5 انا علي ماما ما عنديش ايفون 5 انا علي اللي سيكل يضحك عليا بالكات انا ماما توا متخلفه نحن مش ما عندناش ايفون 5 فقر نتاعنا علاش دو زوم عندك سنين فمك تاح بالضمان سلفت فم عزيزي مرة بشكلت واحد حكيت معاه الفقر الميزيريا تعرفوه رأسه زنبا أربعة من الناس يعرفوا رأسه زنبا متلفين عندكم الحق ما تجدوش خير رأسه زنبا هي تسير على البنك بان خلنا نحكي وزي حكاية انتوما تقوى عندكم في دياركم والله محليكم والله صح عليكم تربيتوا على أساس عندكم بيت النوم بيت الفطور بيت درشنوة والصالون نحن ذاك كل ما بعض والكوجينة والتواليت كلهم فرد بيت كيفاش تعرفهم نحن تعديت من البيت البيت فحج على مماتك بيت الفطور على ولاد خالك هذيك التواليت ولد عمك متوفي هذيك الكوجينة بالرسمي وكنا كنا نقضوا على جلد وجريري اش معناها معناها كي نبولوا نبولوا الناس كل ما بعضنا ما عادش تعرف شكون بيه لا تعرف لا مماتك لا بوك لا حد كلهم يقوم الصباح شكون بال والله غير مماتي ديما مماتي تاكل في الترايح مسكين بولتي وين جي راس وذنبا كلمة دلين كيما انا في سيونيك العائلة يدلوهم يعملوا لهم بنك هذاك الدلال بنك راهو ما يرفعك كان انت وفيك الجرية الموس نتاع قبل عرفت ترقد فيها اكثر من 4 ايام تاخذ فورمه نتاع بدنك كل شهرين تمشي تهبط ولا بالحق حتى لين تولي كأنك في قبر تولي تنفس بايب هذيك بون تقولوا شنو هي المشكله ليه حتى الغادي العزره وانا بدي كنت عايش مدلل بالنسبه لي وين وجي راس الذنب الفقر راهو يخليك انفونتيف كي يجي ولد عمك ولا ولد خالك ضيف ويمشي يرقد برقد بحذا لطفي في البنك وين امي تداش جاي دايا مش مرفوعين دايا لوت وقتها خلقوا ميثود اسمه الرسو زنبا ساقين في وجهك وساقيك في وجهه تقول ويش نيا المشكلة با تصور انت ولد خالك 4 سوايع يمشي في السيف بوت ليلون باش خلط لداركم وروح مدقدق ما لقاش الوقت باش يغسل ساقيه حتى كم شخص لهم ساسير اريان لازم يقصهم وحطهم لك في وجهك اه لو بونور توتال
انا قلت خالي انت ولا نعرفه بوجه. مره واحد جاي قال لي ولد خالك، قلت له ولد خالي؟ قال لي ولد خالك، قلت له نحي صبات تي هاد نعرف هاد عائله واحده تسمى امتحول مونك يبيع لنا في تروف بخمسه من سيقوس. منظر السوت، اما المخ ترك الله عالم باش عرفته ذكيه. هنا عامت لي قتلوا شكري بالعيد الله يرحمه، تحيه خاصه للشهداء نتاعنا والناس قاعده تموت على خاطرنا. خرنا ناس قالوا له سوقت وزير الاول، قالوا سيد الوزير لا وزير الداخليه، قالوا سيد الوزير عندنا واحد مات مازال كيقام منهم. قال بالله ما فهمتش أنا. كل من يقتل واحد في البلاد هذه تقوموني يعني؟ راني وزير الداخليه مانيش عزرائيل، انا قتلته. ومن بعد سالوه قالوا له كيفاش مات؟ الذكاء نتاعو وحكومته. قال بالله حسب العبقري نتاعنا بوشلاكا قال لك الجثة لقوها ميتة. لا إله إلا الله، تقول صور متحركة مش نهضة هذوم، خاطر نورمال مو في مخخهم هما نهضة الجثة يجيو يلقاوها حية بعد ما تموت يسألو يقول لك شنو حوالي، يقول لهم والله يموت صبا واحد اقتني هرب ولا مش عارف توا بعد كي نرتاح شوي. ليه واحدة منهم في المجلس التأسيسي تعرفش قالت من جماعتهم؟ قالت نعملوا دار ثقافة للشهداء. تعرف معناها معناها تدخل دار ثقافة دار ثقافة تلقى الشهداء يلعبوا بيك بونغ بعد ما يموتوا. العب العب معلم قتلوك انت كرتوشتين وانت حرقوك من بلادهم. دقري زيرو حتى قد بعد تحت البهيمة بشوية يلعبوا. وبعد سألوه قالوا له بالرسمي شو مخه وين وقفه؟ قال له سيد رايد بالله علاش قتلوه شكري بالعيد؟ الناس كل تعرف شكري بالعيد قتلوه على فيسبا 125 سكوتور يتسموه النوع هذاك. شو مخه وين وقف؟ قلت لكم خاخ مع 87. قال قتل على دراجة نارية من نوع الموبيلات. موبيلات حلايب يقتلوا موبيلات؟ أنا حبيت نحللها. سألت يما كبار قلت له علاش علاش حكومة العريض وجبالي وجماعة؟ قال لي ابتلاء من عند ربي. قال لي فما شعوب ربي ابتلاها بالتوفان وبالجراد وبالتسونامي. قال لي انتم بحكومة جبالي والعرين وما كفرتوش وقعدتوا مسلمين من دنيتكم لجنتكم، ربي يسامحكم الذنوب. ربي يعرف شو يعمل. بون طولش عليكم، جاني واحد كل مره قام كامل بليك سخن قال لي يا شنيا انت سبيت الحكومه والمعاذنة ايا كانك راجل سب السبسي. قلت له شنو؟ قال لي كانك راجل سب السبسي. قلت له ايش نحكي وعاد ايش راهو سبان السبسي ما يدخلش في منظومة الرجولية. السبسي حاجة فينومين لازم نحلوه. السبسي قلت له ما نجمش نسبه، تحب يطيح فيا؟ قلت له السبسي راهو كان جات بلاد محترمة روحها راهو كلاسي آثار. السبسي راهو نورمالمون كل عام يرموه. نسبه؟ تعرفوا السبسي؟ قلت له عمره 4000 سنة. السبسي طهر مع سيدي محرز راهو. نسبه؟ قرا لعب شكل شكلاه مع سيدي بن عيسى. يودي السبسي قبل اللبلابي في تونس. السبسي حاجه قديمه ياس. السبسي تلمو قديم ليق معاهم الاهرام. كان اصحابه وفرعون طايحين القدر. الاخر يقول له صح فوق والاخر يقول له صح خفر، عفهم انت. تاع الليسه كي دخل تونس 3000 سنه موجودين نحن. السبسي موجود في البحر في كرطاج بين صغار. يحوس وقتها بوغوس صغير. عمره 2000 سنه وقتها كاو. بقوس صغير مابس ميوع عيني خضر ومش كل ميوات متاع تورو ما كانوش ميوات تو ورقة متاع كرموس حاتتك. صور بقوس هكا ومكبوس وعيني خضر عليسة دخلت ما عندها والي غزرت له غزر لها ضربوا في بعضهم بوشوا با جو كومبرون جو كومبرون. فما فينومين صار خلينا نحكيو فيه. انا قلت بوشوا لي جون جينيراسيون تاعي نقولوا نبوشوا وضحكوا عادي عنا وكل الكبار الكل ينعنا الطلاع عليهم قداش شكل بلاد العبدالي بلاد نتاعهم تاعو فهمتش. الكبار ديما يربوا فينا تقول مؤسسة ورانا كبساتك على لا ربحك كل لبسة لابسها نبوشوا يا كلب يا فاسد. عندكم الحق باش نحكيوا فيها الحكاية. الكبار سامحوني عندكم الحق، نحن جلطامة جينيراسيون تاعي في كلمة نبوس جلطامة نبوشوا. تونسي كيحكي لك كيفاش بس صاحبته ولا مرته يكرهك في البوس بوشتي معاه بي علي بوشت معاه عملت لك الوحده كاردياك تقول عرفها في اكسيدو بوشت معاه
تونسي يكرهك في البوس، فرنساوي كيحكي لك على البوس يحبك في البوس. تقول له كيفاش بوس صاحبتك ولا خطيبتي؟ يقول لك وي اون سي تومبراسي اون افلورتي نو دو ليفغ سو سونت افلوري. وي ماذا بك تبوس، مازال ما كملش وانت تبدا تلوش. يا تنبوس مثال، تعطيني عجله تراكتور صبات نبوسو يا حاج ايش نبوسو؟ قال لك فلورتي ما مشتني نبيشتي بيه جلطامة في الحب. لكن خلينا نفركوها الرمانة، منين جات جلطيم؟ جلطيم والكلمة الباهية والكلمة الطيبة سي دي كود، ولي كود متاعنا ذوك مورثة عرثناهم على والدينا. والدينا جلطامة وهما مساكن، زادا والديهم ورثوا على والديهم، والديهم جلطامة أكثر منهم. دونك جلطيم متاعنا ورث كيفاش؟ ورثناه على والدين والدين والدينا. إيه ريت نحن نقولوا نبوسوا اكا امي وامك وبابا وبوك هذوك من الاركام اللي ربيو فينا جلطام اكثر منا. نحن نسميو فين ونقولوا نبوس؟ تعرفش يقولوا هما قطعتها. هذيك لعبتها امي تربي فيا كانت تقطع بابا، كنت تقطع وانا حسيتيني في تبويشه قطع. نعم بابا كان كي يحكي على امي ولا صاحبته قبل تقول يحكي على مرقه خضره مش على مرأة. قطعت مكليت عليه كرشة أمي ولا شربة يا بابا عليه. هما مساكن قلت لكم ضحايا متاع والديهم. هكا مماتي ومماتك وعزيزي وعزيزك، هكا الحاجة هذيك اللي فولارة وتشد السبحة وخارج أنت تقولها يا مماتي تبوس لها راسها تدعي لي دعوة خير. ليه؟ استني قبل ما تدعي لي دعوة خير. تعرف كانوا يقولوا هذوكم؟ نحن نقولوا بوشت ويكبر مني يقولوا قطعت ذوكم يمغتو كان كعزيزي عزيزي مماتي مماتي كانوا يمغتو. ليلة الدخلة مماتي سكرت على والدين أمه الباب قالت له كب صعدك الله لا يربحك نعن والدين بوك. تمغتني يا كل جمل ناي مغتك جمل نعن والدين بوك يمغتو كالحاجة هذيك تدعي لك دعوة خير وكالحاجة كان دعيتي لروحك دعوة خير خير. تعال خلينا نبوش انت كنت تمغتي شاء الله ربي يسامحك. أما ماتي ما تسمعيش توا ترستي من التمغيط هذاك. اي نعم جلطيم جلطامة نحن في كلمة الحب. علاش؟ عقدة. الشعب التونسي تربينا الحب والبوس معقدين منه. كلمة الحب وكلمة البوس ربيونا على أساس حاجة مسخة في مخاخنا ما تنجمش تحكي فيه مع حتى حد لا في التلفزه لا في دارك. ربيونا على اساس من الصغار حاجه مسخ. انت تتكلم يقول سكر فمك نعم نطلع عليك ما تحشمش. دونك في مخك من غير ما تشعر حاجه مسخه. لا بروف حتى واحد ما ينجم يقول طول نحبك طول. تونسي معقد من كلمه نحبك. لازم يمرمدك باش يقول لك نحبك، لازم يخرج العقد نتاعو الكل. قبل ما يقول لك نحبك شو يقول لك وراه؟ نعم بوك صحتي قداش نحبك، نعم والدي امك. عقده ما ينجمش يقولها طول خاطر مش مصرحه. وتحبوا تعملوا فما اكزرسيس في البسيكولوجي سهل ياسر. فما سؤال يسالوه لاي شعب في العالم، فما اللي نجم يجاوب فما اللي تكونس باش تعرف على شعب معقد ولا سهل ياسر. تونسي امريكاني فرنساوي انجليزي اسالوا السؤال، سؤال سهل ياسر. قل له اسكو تو ديجا في تي بارون سومبراسي وشنو رايك؟ تصور تسال التونسي هذا مازلت ما كملتش السؤال. انت تقول له امك وبوك يكسر لك فمك. فرنساوي ما تكمل السؤال يجي يقول لك وي وي فرحان يبدا مرتاح يقول لك وي جي ديجا في مي بارون سامبراسي اي شوي تري زورو باسكو جي كومبري اون لي ريغاردون سامبراسي جيتي بيان اي جي كومبري كو جيتي لو فروي دو لامور. شوف محلاهم فهمت لي انا ثمره الحب. دونك باش نطلع نحب العباد ونحب نبوس اسال تونسي قول له امك وبوك يدي مازلت ما كملت السؤال انت يدي سؤال باش نقلت له قال لي امك وبوك شبيك مخك لبيع شبيع يا قال لك امك وبوك بس يبصوا في شكون امي بابا يبصوا في شكون عندي مش نقول يا دير بتوع غادي امي وبابا يبصوا في شكون شنو شنو يبصوا في بابا يا ربي يا ربي يا ربي مش تبكي يا ربي امي بابا يقول سبحانه طب نقتلهم امي بابا لا مارسير وبالقدر يا ولدي شمين مرنا مسلمين انا ما نبوسوش بعضنا
كفار انا كم يبوسوا في بعضهم ودي شبيه امي بابا يبوسوا بعضهم هبلة والله بالرسم بقى. فما برش يقولوا واي كمام مانيش متخلفين لهالدرجة انا النجم نتصور بابا امي يبوسوا بعضهم 10% منا ينجموا يتصوروا اما حتى واحد منا ما ينجم يحضر لها ويعيشها ويرتاح حتى كل اللاعبين متفتحين في مخك اما في الواقع امبوسيب ولا تقوم تبعبع تصور بعد مسرحيه مروح زعما متفتح ياسر وعمل مسرحيه بتاع العبد ديك بسعده تدخل بعد بدا مدروش تسمع تقول ما تشربهم بعد تلقى امك وبوك يقطعوا مش تعمل كيف فرونسي تقول لهم ماما بابا جو زادور لا لا تدخل تاكل الشوك متاع حياتك تكون تضحك تقول لي يا رب يا رب يا رب ايش عملت في حياتي يا رب يا رب عليش يا رب عليش قهروني يا رب يا رب يا رب عليش خليتني نعيش في اللحظة ذي يا رب يا رب عليش ما زيدش بتاعك قبل يا رب عليش ما توفيتش قبل يا رب بابا وبيبا بعضهم انا في باليش يا رب يا ربي اشتعملي اشتعملي يا امي استعملي يا امي يا امي استعملي الف مره قلت لك الرجل ذاك بعد عليه قلت لك الرجل ذاك راه حياته الكل يقدم في مخه وراه قلت لك راني بابا نعرف وراني خامش مخي كيف وراه يا امي يا وانا نقول امي مراه عاقله وبنت عائله تبوسي بابا يا امي اذا اشرب لك مخك يا امي بابا اهبلت تحب نكتي ذاق بيك الدنيا انسى العالم كل درت على امي يا بابا امي يا بابا ما تقولش ولدي ما نسخفك تينا صاحبي ما نخزرش لام وانتي تدور على ام ولدك يا بابا اهملت يا بابا يا بابا تبوس لي في امي يا بابا يا بابا تبوس لي امي تعب شكون يبوس لك امك يا بابا ما عاد عنده ضحكة كي اللي كوري ولد راكي فيه بالتقسيط قرض ماخو بون فما اكزرسيس اخر توا برشا يقول لك سافاعات كمام فما والله فازا امبوسيبل تبداش تونسي مش متفتح تبداش تونسي عايش في امريكا وفي بالكش اللي انت تونسي سؤال تساله لمخك ما يقبلوش بلاديان ما يقبلوش مخاخنا انا راني معاكم سرسان زعما ما نقبلوش انت تساله مخك يعطيه مشتا يخرجه مهما كان تفتح امتياك حتى واحد منا حاضرين يحب يسد وذنيه يسد وذنيه حتى واحد منا من لازم يتخيل مماته وعزيزه ايمغته ما تنجمش مخي يقولك لا تصور انت في القايلة سخنت عليهم القايلة وخرجت وقار ويحهم راسها راس وعزيزك هكا بدا يلحم اهي أو حي أن حي أو أن حي حي تحبي بابا 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 حي لا 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 قومي قومي واحدة واحدة قومي واحدة واحدة متهبلني صحيتي جاهزي جاهزي قربي بابا 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 صحيتي ما عمسي بابا بابا متهبلنيش قلت لك بعدين راني عالف ماين السكسي لوف بايبي حنا من حنا ان شوفوا الشعيرية توا الباز متاع الرومانتيزم متاع التوينز صحيتي يا ركحي حركيش راني عالف تحبي ساك ولا النحو الفم ازي انا بيدي معاش النجم بون فك علينا من الحب مازلنا من مازلت قوي علينا الحب والسيكسواليتي خلنا نحكيوا على الحب السوسيال الحب الاجتماعي 50 سنة مينيموم انا حسب ما نعرف وحسب ما حضرت وبرش يحكيوا لي توانسه نحبوا بعضنا شبينا 3 سنين هذوما درنا بعضنا ولينا نقطع بعضنا نسبوا ترى شنو هو وانت يا كافر وانت يا مسلم وانت يا علماني علي
10 ملايين رانا بلاد صغيرة وعنا البحر نجم نعيشوا خير من سويس. تقول 14 مليار ماش حاملين بعض، تقول على فقرس بعض، ناس كل تكشش على بعضها وتسب 10 ملايين ونعم تي فيلاش كيس برون بوران بي بلاد صغيرة 10 ملايين رانا نجم نعيشوا سعودية 10 ملايين، ما نجيوش قهوة في الهند 10 ملايين، صباح نشرب مع بعضنا قهوة ونقوم في اليابان ياخذوا مع بعضنا المترو 10 ملايين ونبداو فرحانين من بدا الزين تسعوا في بانكين خويا تسعوا نحن نكلم نسبوا في بعضنا 10 ملايين حكايه فارغه اون بلوس ريتو كرهنا بعضنا العالم اللي عملنا الثوره طلعنا في عيني فهم بلدان ما كانوش يسمعوا بين في اليابان ما كانوش يسمعوا بين تقول ان تونيزيا يقول لك اندونيسيا بالحق راهم ما يعرفوناش تو ولاو يسمعوا بينا ويعرفونا من اللي عملنا الثوره دنيرمون مشيت اليابان مهرجان تاع سينما جاني مدير مهرجان جابوني قال لي عسلامة قلت له تسعوا قال لي يا توانسة بربي قداش انتم قلت له 10 ملايين قال لي بربي شبيك ما جبتهمش يتفرهدوا معاك 10 ملايين كيف بير بعد غزل لي قال لي ظهر لي فيكم مسكين برشا توانسة قلت له شنو مسكين برشا عليه قال لي عملتوا ثورة قلت له ليه مش مسكين برشا أذكى شعب في العالم قال لي ليه عاد نحن شبابنا أذكى شعب في العالم قلت له ليه معلم توانسة أذكى شعب في العالم قال لي نحن شبابنا أذكى شعب في العالم قلت دون موان اكزومبل قال لي با ابهم جابوني يصلح اورديناتور قلت شنو نقول لك جابونيش حطها في مخك في ابهم تونسي حطيناه رئيس